على غير عادتها، كسرت الفنانة إليسا صورة المرأة الرومانسية التي اعتدناها في أعمالها المصورة خدمة لقضية اجتماعية تضع من خلالها الإصبع على جرح كل امرأة معنفة. هو كليب يا مرايتي لإليسا التي كسرت روتين صورتها الرومانسية وأدت دور زوجة وأم لولدين تتعرض للضرب والعنف من زوجها وتتحمل من أجل طفليها إلى أن تثور وتستقل. وهنا الرسالة إلى النساء المضطهدات: الثورة على الظلم والاستبداد والانتفاض على الواقع المر. من يوم يومي مفرحي قولي لي وين بدايتي. بيقولوا البيوت أسرار، وبعض القصص لازم تضل مخباية وما تعرفها إلا المراية. ليلتها قررت حط نقطة لقصتي معه لتنكتب لي بداية جديدة. كسري صمتك وما تكسري صورتك بالمراية. كسري صمتك وما تكسري صورتك بالمراية عبارة تهدف إلى تحريض النساء على الانتفاضة وتمنحهن الأمل، كما وضع في العمل المصور شعار جمعية كفا الخاصة بمناهضة العنف الأسري. إليسا الرومانسية جاءت بعمل مصور بعدسة المخرجة أنجي الجمال لا يقل أهمية عن مضمون الأغنية، وارتقت به إلى المستوى الإنساني ليكون الفن في خدمة المجتمع. قضية مؤثرة تحاكي واقعاً أليماً، عسى الرسالة تصل إلى المرأة أولاً وأخيراً، فبيدها الحل وقرار التغيير وأصلاح الواقع للتحرر من العنف والظلم والاستبداد. مش هاي هي النهاية، سنين قطعت وكفيت طريقي وكتبت قصتي.